الحمد لله الجليل ثناؤه، الجزيل عطاؤه، العظيمة صفاته وأسماؤه. عرفته الأشياء بافتقارها إليه، ووحدته بانقطاعها دونه. لم يبلغ عقل ليصفه، ولم يحط به فكر ليعرفه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده الكريم وبعيثه بالدين القويم. اللهم صلِّ وسلِّم على رسولك الذي رفعت به نواظر العباد، وأحييت به ميت البلاد، وكشفت عن نور ولادته ظلم الأستار، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد المختار، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على حكمة الله البالغة، ونعمة الله السابغة، قسيم الجنة والنار، سيد المتقين الأخيار، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على حليفة التقى والزهد، قرة عين الرسول، الطاهرة المرضية، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على السيد المؤتمن والصابر في اللأواء والمحن، رابع أهل العباء وثاني الأئمة النجباء، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على أبي الأئمة، قتيل العبرات وأسير الكربات، ثاني الصبطين وأحد الفرقدين، سيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على خزنة العلوم الربانية ومستودع الحكم الإلهية، سجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاةً كثيرةً دائمة تكون لك رضا، ولشيعتهم ومحبيهم شفاعةً ومغفرةً وعفوة. اللهم صلِّ وسلِّم على جامع الكلمة على التقوى، وباب الله الذي منه يؤتى، والسبب المتصل بين الأرض والسماء، ناشر الإيمان وعديل القرآن، سيدنا ومولانا الحجة المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم على الخيرات، وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم، واجمع على الهدى أمرهم، وتجاوز عن ذنوبهم، وفرج عن مكروبهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أطرح على مسامعكم الكريمة الأمرين التاليين. الأمر الأول: لقد كان ولا زال لدماء الشهداء الدور الأساس في الدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته، وحفظ وحدته، وحماية أعراض مواطنيه، ودرء شر العصابات الإرهابية التي خططت لمسخ هويته الوطنية وتمزيق نسيجه الاجتماعي. فللشهداء فضل على الشعب العراقي بجميع أطيافه وطبقاته ومكوناته، وإذا كان الشهيد في غنى عن الناس جميعا لأنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن رعاية أيتامه وعائلته وأداء حقوقهم
وتوفير العيش الكريم لهم هو أقل ما يقتضيه الوفاء لدمه الزاكي وروحه الطاهرة، وهو مسؤولية كبيرة على أعناق الجميع، سواء الحكومة بمؤسساتها المختلفة أو غيرها من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، بل كل شخص قادر على القيام بهذه المهمة ولو من بعض جوانبها. وإذا كانت العناية الإلهية بأهل الشهيد قد بلغت حداً أن جعل الله تعالى نفسه خليفة الشهيد في أهله، وقال: إن من أرضاهم فقد أرضاني، ومن أسخطهم فقد أسخطني، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة. كان لزاماً على الجميع أن يفوا للشهيد حق الاستخلاف في أهله وأولاده، ويحفظوا لهم كرامتهم، ويؤدوا إليهم حقوقهم المعنوية والمادية. ومن المؤسف ما يسمع من شكوى العديد من عوائل الشهداء من تعقيد الإجراءات الرسمية لدى بعض المؤسسات الحكومية في إنجاز معاملاتهم لحصولهم على حقوقهم وصرف رواتبهم، وكذلك ما يلاحظ أحياناً من تأثير الخلافات العائلية والعشائرية على إنجاز معاملاتهم، حيث يصر بعض أقرباء الشهيد على حجب بعض الوثائق الرسمية عن زوجته وأطفاله لأغراض خاصة. إن هذا كله لا يليق بمكانة الشهيد وتضحيته وما قدمه في سبيل حفظ البلد وأهله. ومن هنا نؤكد مرة أخرى على الجهات ذات العلاقة ببذل أقصى الجهود لتسهيل معاملات عوائل الشهداء وتبسيط إجراءاتها، كما ندعو أقرباء وعشائر الشهداء أن يكونوا عوناً وسنداً لعوائلهم وأيتامهم وزوجاتهم في تحصيل حقوقهم، وأن يمدوا إليهم يد العون والمساعدة مهما أمكنهم ذلك، ويسعوا إلى احتضانهم ورعايتهم مادياً ومعنوياً، بحيث لا يشعروا بفقدان كافلهم ومعيلهم، فإن في ذلك مثوبة عظيمة وفوائد دنيوية لا تحصى. الأمر الثاني: في الوقت الذي تشهد فيه ساحات القتال انتصارات متتالية للقوات المسلحة ومن يساندهم من المتطوعين ومقاتلي العشائر العراقية الأصيلة، وكان آخرها ما قام به المقاتلون الأبطال من تحرير معظم مدينة رمادي مركز محافظة الأنبار، فإن مختلف القوى والأطراف العراقية التي يهمها مستقبل هذا البلد وتخليصه من أزماته الراهنة، وتسعى إلى توفير العيش الكريم لجميع مواطنيه في أمن وسلام مع الحفاظ على وحدة أراضيه، مدعوة إلى أن تكثف جهودها وتزيد من مساعيها للتوافق
على خطة وطنية متكاملة تفضي إلى تحرير الأجزاء المتبقية التي لا تزال ترزح تحت سلطة عصابات داعش الإرهابية، بعيداً عن بعض المخططات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تستهدف في النهاية تقسيم البلد وتحويله إلى دويلات متناحرة لا ينتهي الصراع بينها إلى أمد بعيد. إن خلاص العراق وتجاوزه لأوضاعه الصعبة راهنة لا يكون إلا على أيدي العراقيين أنفسهم إذا ما اهتموا بالمصالح العليا لبلدهم وقدموها على كل المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ونحوها. وأما الأطراف الأخرى سواء الإقليمية أو الدولية فمن المؤكد أنها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها، وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع. وفقنا الله تعالى جميعا لما فيه خير وصلاح بلدنا وشعبنا، وعصمنا من الزلل في القول والعمل، ودفع عنا مضلات الفتن، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.